استقبل وزير الموارد المائية والري هاني سويلم كلا من نائب رئيس البعثة الهولندية بالقاهرة إيبا وايتمان ومسؤولي ملف المياه بالسفارة الهولندية لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وهولندا في مجال إدارة المياه. وتم خلال اللقاء مناقشة موقف التعاون الفني بين مصر وهولندا في مجال الموارد المائية والإعداد لتمديد مذكرة التفاهم الموقع بين البلدين للسنوات الخمس المقبلة. كما تم استعراض الإنجازات التي تحققت في مجال التعاون الثنائي تحت مظلة برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا ودراسة إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج لضمان استدامة التعاون البحثي التطبيقي بين الجانبين.